تتسابق دور النشر العراقية والعربية في معرض العراق الدولي للكتاب من أجل الفوز برضا القارئ. عشرات آلاف العناوين والمصنفات تتزاحم أمام أعين الجمهور العراقي. الدين والتراث والتاريخ والعلوم والفنون والكتب التخصصية وحقول أخرى كثيرة توافرت في معرض الكتاب. يبدو أن الغلبة فيها للشباب المقبلين على كتب العلوم المبسطة. الكتب اليوم اللي منتشرة داخل البيئة العراقية القارئة نقول عليها هي الكتب العلمية. الكتب العلمية بمعنى الكتب العلمية المبسطة وكل كتب الناس اللي يشتغلون بالعلم. فممكن أنه تشوف فرويد، ممكن تشوف هوكينج، ممكن تشوف غيرها من الشخصيات اللي اليوم تقدم بدائل معرفية أن هي متصلة بالعالم المعاصر الحديث. الباحثون أيضا من أكثر زوار المعرض، والكتب التخصصية هي هدفهم، وخاصة طلبة الدراسات العليا والأولية. أحيانا كثيرة يشترون كتابا من أجل فصل أو مبحث واحد لإكمال متطلبات بحوثهم. طلبة دراسات أولية، طلبة دراسات عليا، باحثين. مرات يجي الطالب أو الشخص الباحث يشتري كتاب كامل لخاطر مثلا فصل واحد أو موضوع واحد. ورغم اختلاف الأذواق وتصدر حقول معينة قائمة المبيعات، يبقى للرواية والشعر والآداب المختلفة حصة الأسد، وإن أبدت كتب علم الاجتماع وتاريخ العراق المعاصر منافستها في المواسم الأخيرة بحسب أصحاب دور النشر. لا يمكن أن تدخل معرض الكتاب وتخرج خالي الوفاض، فكثرة الكتب وتنوع مصنفاتها ستجبرك في النهاية على اقتناء كتاب واحد على أقل تقدير. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.